علاج الرياضيين بطرق خاصة وأساليب منوعة تجمع بين الطب والصيدلة والتغذية السليمة وتصل لحدود تأثير المكملات الغذائية على الرياضيين. هذه الأمور وغيرها من المواضيع المتعلقة بدور الصيدلة في الطب الرياضي وفي حياتنا الشخصية نناقشها مع الدكتورة منال زيدان مديرة إدارة الصيدلة في مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار في قطر. أهلا وسهلا فيك دكتورة منال. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. بداية لو تعطينا فكرة أوضح عن دور الصيدلة في الطب الرياضي. احنا في عندنا تخصصات صحية كثيرة في مجال الطب الرياضي، منها الطب البشري ومنها الجراحة ومنها العلاج الطبيعي. هذول التخصصات معروفين وصار لهم فترة عندهم تنظيم معين، ولكن الصيدلة يعتبر مجال جديد. فالصيدلة في الطب الرياضي طبعا اهم شيء عندنا هو التركيز على لستة الأدوية المحظورة عالميا، احنا نطلق عليها اسم الوادا ليست اللي هي اختصار لورد انتي دوبينج ايجنسي، وهي منظمه عالميه تحدد وتقرر الادويه اللي تحضر في الرياضه والمنافسات الرياضيه. ويكون دور الصيدلي يتاكد ان في ان يثقف الرياضيين على اهميه هذه الادويه وعلى اهميه دائما التنبيه على اي ممارس صحي يتعالج مع الرياضي، انه يكون على وعي ودرايه شلون يعرف ان هاي الادويه محظوره او لا. وايضا من ضمن الشغلات اللي ممكن الصيادله يقومون فيها في مجال الطب الرياضي اللي هو المساعده في فحص عينات مثلا البول خلال المنافسات الرياضيه، وبعض الأشياء اللي لها علاقة بالأدوية المحظورة في مجال الطب الرياضي. بدي أسألك دكتورة عن هل تختلف احتياجات المرأة الرياضية عن احتياجات الرجل الرياضي من ناحية العلاج الدوائي أو الأدوية المحظورة أو ربما المكملات الغذائية؟ من ناحية الأدوية المحظورة لا يوجد أي اختلاف بين المرأة والرجل حتى الأطفال، فإذا الدواء محظور يعني محظور على الجميع. وفي أدوية مثلا محظورة في الرياضة بصورة عامة، وفي أدوية محظورة فقط في المنافسات الرياضية، فهي نفس الشيء على الجميع. بالنسبة للمكملات الغذائية طبعا هو لازم يتم تقييم الرياضي أو الرياضية من ناحية مثلا أخصائي التغذية، من ناحية نسبة البروتين في الجسم، من ناحية الحالة الصحية العامة، الوزن، كتلة الجسم، في أشياء كثيرة أخصائي التغذية يقوم فيها، وعلى هالأساس يقرر إذا هذا الشخص محتاج مكمل غذائي أو لا والجرعات اللي لازم يأخذها. بصورة عامة سبحان الله تكوين المرأة غير عن تكوين الرجل، عضلات المرأة أصغر من عضلات الرجل. مثلا في معروف أن إصابات الرباط الصليبي في المرأة أكثر من الرجل بسبب تكوين الجسم واتساع الحوض عندها مثلا. فبالناحية التكوينية جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل، بس مثل ما ذكرنا من ناحية تقريبا لا تختلف. طب خلينا نحكي عن دور قطر، تنأخذ دور كيس باي كيس أو شخص من شخص إلى آخر. شو دور قطر اليوم من ناحية تجهيز كادر طبي متكامل متخصص في الطب الرياضي، خاصة بأن قطر اليوم على استعداد لاستضافة مونديال العالم 2022 وتلعب دور ريادي مهم في العالم من حيث الرياضة؟ طبعا بما أني أعمل في مستشفى سبيتار وهي مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي، يتم استقطاب أفضل خلينا نقول الممارسين الصحيين في مجال الطب الرياضي بصورة عامة على في الدولة. بس في ناحية ثانية مثلا إذا ركزت على موضوع الصيدلة، أعتقد أن احنا عندنا نقص كبير في الصيادلة المتخصصين أو اللي الكومبتنت خلينا نقول في مجال الطب الرياضي. واعتقد ان التجهيز لازم يبدا بخلق فرص تعليميه. ليه عندنا نقص بسبب نقص الفرص التعليميه؟ اي لان مثل ما قلنا ان الطب الرياضي في مجال الصيدله شيء جديد حتى على مستوى العالم. فهي مثل هي تخصص قاعد يكبر وقاعد ينضج اكثر، عرفتي؟ فبهاي يعني لسبب لهذا السبب تلاقين ان مثلا احنا في لما درسنا صيدله ما درسنا عن الوادا ليست، ما درسنا عن احتياجات الرياضيين من ناحيه الادويه، من ناحيه اي شيء له علاقه بالرياضه. وهاي دائما هاي كلها على مستوى عالمي،
مثلا سويت بحث، يعني قعدت ابحث عن مجالات التعليم سواء في درجة البكالوريوس او الدراسات العليا او التدريب في مجال الصيدلة في الطب الرياضي، ما حصلت الا برنامج واحد فقط اللي هو دكتور اوف فارماسي، عندهم مثل روتيشن مدة 6 أسابيع فقط في امريكا في سان فرانسيسكو بالتحديد، يدربون الطلبة على الأشياء المتعلقة بالصيدلة في الطب الرياضي، منها الوادة ميديكيشنز، التستينج، الأشياء هذه. ففي المقابل إحنا في جامعة قطر مثلاً كلية الصيدلة سووا خطوة كثير حلوة، سووا مادة اسمها دراجز إن سبورت، الأدوية في الرياضة، وسووها مثل إلكتف كورس اللي هو كورس اختياري للطالبات. ومن ضمن المنهج أو الخطة الدراسية لهذا الكورس أن الطالبات لازم يجون يزورون سبيتار ويتعرفون على الإدارات الرئيسية فيها، وفي نفس الوقت يتعرفون على الصيادلة ويعرفون إيش دور الصيدلي في الطب الرياضي. لازم تخلق فرص تعليمية. مثلا إحنا عندنا خطة لأن ننفذ برنامج الفارماسي ريزيدنسي، وهو برنامج بعد تخرج من درجة البكالوريوس، وبتكون بإذن الله إذا طبقنا هذا النظام أو هاي البرنامج بيكون الأول من نوعه في العالم في الصيدلة في الطب الرياضي، وبإذن الله بناخذ عليه الكنديان أكريديتيشن اللي هو الاعتماد الكندي لبرامج الريزيدنسي في كندا. فبيكون في الحالتين أول برنامج يعتمد من كندا خارج كندا، وبيكون أول برنامج في مجال الطب الرياضي. دكتورة، ربما من هون أتت الفكرة أو البادرة لإقامة المؤتمر أيضا الأول من نوعه في العالم، صح؟ نعم. مؤتمر حول الصيدلة والطب الرياضي في سبيتار. نعم. خلينا نعرف أكثر عن أبرز المحاور والمواضيع التي تم تداولها في هذا المؤتمر من خلال تقرير سريع منتابع سويا ثم نعود. بحث المؤتمر كيفية المضي قدما بالاستخدامات الدوائية ورعاية الرياضيين، ودارت نقاشات حول التغذية السليمة وأهمية المكملات الغذائية، حيث يعاني قرابة 83% من الرياضيين المحليين من نقص الحديد والفيتامين د. بالإضافة لموضوع العقاقير المحظورة في الرياضة ومكافحة المنشطات على الصعيد العالمي، وتم الكشف عن أحدث العلاجات المستخدمة في الطب الرياضي مثل العلاج عن طريق البلازما والميزوثيرابي والعلاجات التجميلية غير الجراحية واستخدامات الأدوية الوهمية للمساعدة على التماثل للشفاء. إذن دكتورة، مثل ما شفنا محاور مواضيع كثيرة، حلقة واحدة أكيد ما بتكفي، بحاجة لأكثر من حلقة لنغطي. خلينا نحاول نعرف شو أبرز التوصيات اللي نجت عن هذا المؤتمر وكيف تحرصون على تطبيق هذه التوصيات. تمام، إحنا طلعنا بعدة توصيات، أهم يعني أهم شغلتين. أول شغلة وهي من الأشياء اللي إحنا لاحظناها ومن الأشياء اللي الناس قالوا لنا إياها خلال المؤتمر. طبعاً المؤتمر كان الحضور كانوا من متعددي التخصصات في المجال الصحي، كان في صيادلة، كان في أطباء، كان في تخصص العلاج الطبيعي، كان في أخصائيي تغذية، تمريض، فنيين صيدلة وغيرهم. فلاحظنا أن خصوصاً الناس اللي حضرت اللي ما تشتغل في مجال الطب الرياضي من أي مكان في الدولة ما عندهم فعلا علم بالنسبة للأدوية المحظورة في الرياضة. احنا بصورة عامة لما تقولين أدوية محظورة في الرياضة يخطر على بالك هرمونات، بروتينات، ستيرويدات، ولكن في أدوية كثيرة في هذه الليستة، من أدوية علاج أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، علاج الربو مثلا، علاج السكر، بعض أنواع الزكام مثلا. فالليستة كثيرة وفيها أدوية عادية ولكن محظورة في الرياضة بسبب لأنها ممكن تزيد طاقة أو أداء الرياضي. فأهم التوصيات إن إحنا ننشر الوعي، لازم نتكاتف كلنا، المؤسسات اللي في الدولة الصحية واللي مختصة في مجال الرياضة، نجتهد مع بعض على أساس إن نسوي برامج توعوية للممارسين الصحيين على مستوى الدولة، وتثقيفهم عن أهمية يعني الأدوية المحظورة في الرياضة، وين يرجعون لها، من وين يطلعون هذه المعلومات، لأن في مواقع معينة فيها هذه المعلومات ممكن يطلعونها بسهولة. التوصية الثانية وبعد هاي توصية مهمة اللي هي في مجال التعليم، إن إحنا نركز أكثر في مجال التعليم في مناهج الدراسة في الجامعات،
مثلا عندنا برنامج في مجال الصيدلة، عندنا كلية الصيدلة في جامعة قطر، وعندنا برنامج فن الصيدلة في كوليدج أوف نورث أتلانتيك اللي شمال أطلنطي. فمثلا مثل ما ذكرت أن جامعة قطر بادرت فحطت أو سوت منهج أو مادة اختيارية للطالبات، نتمنى أن يكون في إضافات أكثر أو في زيارات أكثر لستبيتار والمنظمات أو الجهات المختصة في مجال الرياضة. من الفئات المستهدفة خلينا نقول؟ هل هي فقط فئات الرياضيين أم أنه لا تحرصوا على إدراج كافة ومختلف شرائح فئات المجتمع؟ والله الأفضل أن نحن ندرج كافة جهات المجتمع. طبعا الرياضيين هم الأهم بصورة عامة، في فئة مهمة اللي هم الأطفال الرياضيين. في هاي الحالة لازم إحنا نوعي الأهالي، وهذا ممكن مثلا تكون في برامج توعوية في المدارس بشكل بسيط جدا، ممكن تكون في برامج توعوية في السوشيال ميديا، لأن الناس كلهم الحين يرجعون للسوشيال ميديا بشكل أساسي وكبير في أمور التوعية، في أمور الأخبار، في أمور أن أبي أشتري شيء أرجع للريفيو مثلا. فأعتقد أن وفي فئة مهمة جدا اللي هي فئة الناس أو الموظفين الممارسين الصحيين. رح نرجع لموضوع الممارسين الرياضيين والاستخدام الخاطئ للأدوية، ولكن كاميرا برنامج المرأة والرياضة كان إلى جولة بأسواق الدوحة لمعرفة مدى وعي العالم والناس لهذه الأدوية والعلاج الدوائي، أهمية العلاج الدوائي تحديدا. خلينا نتابع سويا ثم نعود للقاء. في حال المرض لا سمح الله، هل أنت بتفضل أنك تتبع وصفات وتعليمات الطبيب أم أنه بتفضل تعالج حالك بنفسك ممكن خلال الدواء البديل؟ والله هو المفروض أنه واحد يتبع الطبيب، بس المشكلة أنا مثال صعب أنه نمشي للطبيب، بس لما وقت نمشي للطبيب لازم نكمل الدواء اللي مده لي، لخطر هذا اللي يخليك صح 100%، فهمت؟ صح يعني 100%. وهي أحسن طريقة أنك تمشي للطبيب، يعني في الآخر هو أعلم. انت بلي باش تداوي روحك، ما تنجمش تكون تنجم تعطي دواء 100% لروحك لبدنك يعني. لا اتفضل تابع نظام الادواء احسن، لان هو الدكتور بيكون فاهم اكتر الكيميكال دي، هي دي مخصصه ان هي هتعالج الحاجه اللي عندك. الاعشاب انا مش مؤمن بيها بصراحه يعني. سياسه طب الاعشاب رهيب، انا جربتها، انا شخصيا عندي تجربه معها فيما يخص مثلا كان المعده، شيء كثير عجبني. المهم الطب البديل حلو، يعني مثلا في طب بديل، انا حكلمك عن مثلا لاخفاء الكرش اللي هو الناس اللي تروح تسوي ريجيم علشان السمنه، قصدي تسوي عمليات عشان السمنه، بدل ما اسوي العمليه اللي هي ممكن تكون مخيفه ممكن تكون مكلفه، ليش ما اسوي الدايت، ليش ما اسوي رياضه، ليش ما اسوي طب بديل؟ اذا سيتويشن، اذا المرض قوي مره، انه اذا هو يتعب جسمك لازم واحد يمكن ياخذ شويه دواء عشان يرتاح، لانه اذا بس اذا في صداع ولا في انه شويه زكام لازم شيء خفيف، لازم حد ما ياخذ دواء، لانه اذا تاخذ دواء كل يوم بحياتك الجسم حيتعود على الدواء، واذا مرضت وما عندك دواء ما حتقدر تسوي شيء. مرض يعني هذا بالدواء طبي، امور طبيه اوكي، لكن هذه الاعشاب ما بخيرها. في مره يعني استعملت دواء بديل وما بيمشي الحال، وفي مره استعمل دواء طبيب وبيمشي الحال، هيك وهيك. اكيد الاعشاب فيها اهميه وفيها يعني نسبه، بس نسبه محدوده، ليس يعني كمتابعه الطبيعي للعلاج اليومي او كذا، يعني ما فيش عائق يعني كلا المختلف المجالات، يعني سواء على الطبيب او سواء على انسان على حالته مفيده اكثر، يعني ما فيش مشكله. هلا المرجع الاساسي اكيد دكتور، انه مع دكتور اكيد يعني مش رح يعطيني شيء غلط، فبفضل انه مع دكتور احسن من اني اعالج حالي من حالي هو ادرى. إذن دكتورة منال، مثل ما تابعنا وشفنا اختلفت الآراء والتجارب الشخصية حول هذا الموضوع. الإنترنت ربما أكيد لعب دور كتير وكبير وتأثير مهم بحياتنا ومفهومنا للعلاج الدوائي. سؤال، هل أنت مع أو ضد الشخص المريض أنه يجتهد شخصياً من حاله ويعالج نفسه بنفسه دون استشارة الطبيب أو الصيدلي؟ بصورة عامة إذا أمراض بسيطة مثل الزكام مثلا، ممكن المريض يعالج نفسه بياخذ مخفض حرارة مثل البنادول مثلا على سبيل المثال، ولكن أو يشرب أشياء مثلا مثل ليمون، عسل، الأشياء البسيطة هذه.
ولكن الأمراض الكبيرة مثلا إذا تكلمنا عن أمراض مزمنة، سكر، ضغط، سرطان لا سمح الله، هاي الأمور لا، لازم الرجوع للطبيب علشان يشخص المرض بطريقة صحيحة. والطبيب في العادة ممكن يطلب بعض التحاليل المختبرية علشان يتأكد أن الدواء يعني أن هاي التشخيص الصحيح، وبعدين يكتب له الدواء والجرعات على حسب حالته هو فقط، يعني هذا بصورة عامة. في شغلة ثانية اللي هي الناس يمكن تعالج، صايرة تعالج نفسها أكثر بالرجوع للإنترنت، إن تقرأ خلينا نقول الإعلانات اللي على بعض الأدوية أو بعض المكملات الغذائية في السوشيال ميديا. في هاي الحالة أنا ما أنصح صراحة الناس يشترون أدوية أو مكملات غذائية من السوشيال ميديا لأن فيها خطورة. خلينا نحدد أدوية شو تحديدا عم تحكي؟ مثلا اللي أنا شايفته في الفترة الأخيرة من خلال اطلاعي في السوشيال ميديا، في عندك أكثر من شغلة، في المكملات الغذائية، وهذا بنتكلم عن الرياضيين فيها خطورة لأنه ممكن تكون ملوثة أو مضافة عليها بعض الأدوية المحظورة في الرياضة. الشغلة الثانية أدوية التخسيس كثير منتشرة، خصوصا إن صاروا يبيعونها في مثلا الإنستغرام من بعض التجار السوشيال ميديا، وهذه الأدوية في كثير منها مغشوش وفي كثير منها ممكن فعلا يؤدي إلى خطورة كبيرة على المرضى. في مثلا عندك قطرات تطوير رموش، هاي الشغلات، هاي الأدوية لازم توصف بوصفة طبية. صح صح. في أيضا لدى العالم كان عندهم لبس بين الطب التقليدي والطب البديل وكيفية العلاج به، هل ينصح بالطب البديل في علاج حالات معينة وربما ليس بصورة عامة؟ هي في شغلات أغلبها غير دوائية، مثلا الوخز بالإبر الصينية، العلاج بالروائح مثلا، الإيحاء، هاي الشغلات هذه ما في أدلة علمية كافية عليها، ممكن تستخدم، هي في الغالب تستخدم كتكميل للطب التقليدي.